مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم، حيث يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتبارا يوم الأحد، ويستمر هذا الانخفاض حتى يوم الأربعاء بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، يوم الأحد بداية للانخفاض على درجات الحرارة، لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل إلى حول المعدل. المناطق الشمالية 32-22، المرتفعات الوسطى بتتراوح العظمى ما بين 29 إلى 31، والصغرى 19. الأغوار أجواء حارة نسبيا إلى حارة 37 إلى 25 درجة مئوية. المرتفعات الجنوبية أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا 24 إلى 16. العقبة أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36-25. البادية الجنوبية الشرقية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 31-20. البادية الشرقية أجواء حارة 38 إلى 20 درجة مئوية. يوم الاثنين انخفاض آخر واضح على درجات الحرارة، أو توالي درجات الحرارة انخفاضها مع ظهور السحب المنخفضة في ساعات الصباح الباكر في المناطق الشمالية والوسطى. أيضا هناك احتمال لتشكل الضباب في مناطق المرتفعات الجبلية وتدني مدى الرؤية الأفقية، والرطوبة راح تكون مرتفعة في ساعات الصباح الباكر. أيضا الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية بحدود 30-21، المرتفعات الوسطى 27-18، المرتفعات الجنوبية 23-15. الأغوار انخفاض على درجات الحرارة العظمى بحدود 35-36، والصغرى 25. العقبة أجواء حارة نسبيا 35-25. البادية الجنوبية الشرقية 28 إلى 18، لكن تبقى البادية الشرقية حارة 39 إلى 19 درجة مئوية. يوم الثلاثاء انخفاض آخر على درجات الحرارة، أجواء تقريبا معتدلة إلى لطيفة أثناء النهار، وبتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة أيضا، وهناك درجات الحرارة حتكون يوم الثلاثاء أقل من معدلاتها بشكل واضح. العظمى في المناطق الشمالية 29-22، العظمى في المناطق الوسطى 26-18. الأغوار بتنخفض الحرارة، بتكون العظمى بحدود 34-35، أجواء حارة نسبيا تقريبا لكن أقل من المعتاد. المرتفعات الجنوبية أجواء لطيفة 22-15، والعقبة أجواء حارة نسبيا 34-25. البادية الجنوبية الشرقية 29 إلى 17، وأيضا انخفاض في البادية الشرقية، أجواء حارة نسبيا 35 إلى 19 درجة مئوية. يوم الأربعاء الانخفاض الأكبر على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا في معظم مناطق المملكة تقريبا، وهناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة خفيفة لفترات محدودة وفي أماكن محدودة، وبتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها، وأجواء غائمة جزئيا لطيفة بالليل تميل إلى البرودة أحيانا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى في المناطق الشمالية 28-21، المرتفعات الوسطى 25-17، المرتفعات الجنوبية 22-14. الأجواء في العقبة صيفية عادية إلى حارة نسبيا 33-34 العظمى، والصغرى بحدود 23 درجة مئوية. العقبة أيضا أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا 33 إلى 23. والبادية الجنوبية الشرقية أجواء معتدلة نهارا لطيفة بالليل لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر 26-15، والبادية الشرقية 33 إلى 26 درجة مئوية.
يوم الخميس إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي والقليل، لكن تبقى الأجواء معتدلة يوم الخميس في النهار، ولكنها أيضا تبقى لطيفة أثناء الليل مع ظهور بعض السحب في المناطق الشمالية والوسطى وفي مناطق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح الباكر، العظمى في المناطق الشمالية 29 والصغرى 20، المناطق الوسطى 24 إلى 26 والصغرى 18، المرتفعات الجنوبية 21-22 العظمى والصغرى 17، منطقة الأوار 34-35 العظمى والصغرى بحدود 25 درجة مئوية، العقبة أيضا 34-26 والبادية الجنوبية الشرقية 27-18 وأيضا البادية الشرقية 31-16 درجة مئوية. طبعا يوم الخميس والأربعاء والثلاثاء تنشط الرياح، تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في مناطق البادية الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة. يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لكن الأجواء معتدلة في النهار، معتدلة إلى حارة نسبيا، ومعتدلة بالليل إلى لطيفة، المناطق الشمالية 30-22، المرتفعات الوسطى 27-29 والصغرى بحدود 21، المرتفعات الجنوبية 25-26 العظمى والصغرى بحدود 20، الأغوار ارتفاع على الحرارة وأجواء حارة نسبيا 37-38 العظمى والصغرى بحدود 29 درجة مئوية، العقبة أجواء حارة 37-20، البادية الجنوبية الشرقية 29-20 والبادية الشرقية مغبرة والأجواء 31-19 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة ولكم أجمل تحية من طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.